كنايات الطلاق. مرة أخرى عودة إلى حديث أحبابنا المسؤوسين غفر الله لهم وشفاهم الله وعافاهم. هل كنايات الطلاق توقع الطلاق إذا تحدث بها الزوج في مواقف عالية ليس فيها اختلاف؟ وهل للزوج أن تسأله عن كل لفظ كناية يتلفظ به ماذا يقصد؟ وكيف تتخلص الزوجة من الخوف الدائم من هذه الكنايات؟ أقول لها يا بنيتي أمسكي عليك لسانك، أغلقي فمك بارك الله فيك، لا تكوني كمن يسعى كمن تسعى لخراب بيتها بيدها. كفي عن مضاجرة زوجك، تظلين تضاجرينه حتى يطلقك فعلا. لا، أمسكي عليك لسانك، كفي عن ملاحقته وعن مضاجرته. الطلاق الكنائي لا يقع إلا بالنية، والنية هي العزم الجازم على الطلاق بغير تردد. احفظ القاعدة دي، العبارة هذه عبارة ذهبية. الطلاق الكنائي لا يقع إلا بالنية. النية ما هي؟ العزم الجازم على الطلاق بغير تردد. يا بنيتي نصيحة لك، يا أمة الله، يا بنتي، أمسكي عليك لسانك، كفي عن مضاجرات زوجتي، لا تضيقي عليه ولا تلجيه إلى الطلاق فعلا بكثرة هذه المضاجرات والمضايقات والإلحاحات، بارك الله فيك يا بنيتي، وتتخلصين من هذه المخاوف. ما أنت تعلم أن يعني أنك مريضة، وأن عبوديتك لله أن تكفي عن هذه الوساوس وأن لا تلتفتي إليها، وأن تلتمسي دواء لعلتك يا بنيتي من خلال الرجوع إلى بعض المتخصصين من الأطباء النفسيين وغيرهم، بارك الله فيك يا بنيتي، ومسح عليك بيمينه الشافية وجمع لك بين الأجر والعافية.